وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. من مسرح الإذاعة المغربية فرقة التمثيل تقدم اللهم اجعلني مستأنسا بالوحدة عن جلساء السوء، واجعلني تقيا ولمغفرتك ساعيا وبعطائك راضيا. جارات أبي موسى. جارات أبي موسى مسلسل الإنساني في حلقات عن قصة الأديب الأستاذ أحمد توفيق، اقتباس وحوار محمد أحمد البصري، إخراج الهشم بن عمر. الحلقة 36. لقد قرأت عليك يا سيدتي شامة فحوى الرسالة التي وجهتها إلى السدة العالية بالله، أطرح فيها متاعبك مع جرمون، رغم أن ذلك يعتبر من الأسرار الداخلية في شؤون المراسلات الخاصة، وذلك ليطمئن قلبك على أن الحق سوف يتخذ سبيله إلى الانتصار إن شاء الله على كل المظالم التي لحقت بك وبزوجك السجين وكل السلاويين المضطهدين من طرف هذا العامل الجائر. أبقى الله سيدي منارة عدل وحق تنير سبل الأبرياء وتوقف الظالمين عند حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. بوركت يا سيدتي من امرأة حرة تأبى الإهانة واغتصاب الكرامة، وتذوذ بكل قواها عن أخلاقنا الإسلامية السمحة، ولو كانت كل النسوة من أمثالك لما بقي للشياطين بيننا أي مرتع أو مجال. إذن فليطمئن بالك، فعلى من يأخذ بيدك بعد الله وقعتي، فأنت من الآن بين ذويك وأهلك ومجيريك، وسوف نضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه إيذاءك أنت وزوجك. الله يتولى شكرك وجزاءك، وأكثر سبحانه من أمثالك حماة الحق ودعاة الفضيلة يا رب. لقد أخبرتني زوجتي بما تقومين به من أعمال جليلة داخل أسرتنا، وكلها أعمال تنم عن حسن أخلاقك وعمق درايتك بشؤون البيت وغيرها. ما أقوم به سوى واجب متواضع، ولسوف إن شاء الله أبذل المزيد من الجهد حتى أستحق رضاكم وأفوز بثقتكم الغالية. وفقك الله يا بنيتي، ورحم الله القاضي ابن الحفيد وزوجته الطاهرة، فقد ربياك وأحسنا تربيتك، ولهم عند الله خير الجزاء. لا يمكن لغير بال أن يحجب شمسا في واضحة النهار. إذن فقد اقتنع جرمون بأننا لم نروج إشاعة باطلة في السنة الماضية عندما أكدنا رؤيتنا لولي الله أبي موسى في ديار الحجاز يؤدي مناسك الحج. أنا العبد لله وبقية حجاج سلا لهذا الموسم أكدنا لقاءنا بأبي موسى في الطواف في وقفة عرفات، وتأكدنا من ذلك. دعوهم يقولوا ما يشاءون ولا تجبروهم على شيء. فمن مصلحتنا الآن أن تتأكد الأمة من أن بلادنا بخير ما دامت تضم بعض رجال الله من الأولياء والصالحين. يا له من انقلاب يدل على الخضوع للأمر الواقع. وقد نشرت بدوري قصة طريفة لعله سمع بها. ما هي هذه القصة الطريفة؟ أهي واقعية أم من صنع الخيال؟ بل واقعية، أكدها عدد من الحجاج المغاربة، ذلك أن ربان سفينة مصرية في ميناء الإسكندرية أعطاهم أوصاف أبي موسى وقال: جاءني هذا المغربي وطلب مني نقله إلى أرض المغرب، فنهرته وأبعدته لأن منظره أفزعني، وفي رحلتي إلى طنجة
كنت ألقاه في كل مرصى أقف بها على طول الساحل، يقترب مني حتى أراه ثم ينسحب وهو ينظر إلي ويقاقه، وتمنيت أن أراه مرة أخرى لأنقله معي إلى حيث يشاء. يا سبحان الله العظيم، هذه إضافة أخرى. ألم أقل من قبل إن أبا موسى من أولياء الله؟ بصراحة يا بنية شامة، لابد أن تفكر في حياتك وسعادتك، والسكن الملائم هو من ميزات الحياة الكريمة. سأنظر وزوجي في الأمر، لكن أين هو الآن؟ يعاني في سجنه الأمرين على ما قال لي في آخر مرة زرته فيها. كل آت قريب يا شامة، لا يأس مع الحياة. على كل حال فهو يشكر لمولانا زوجك الشريف موقفه ومساعدته، زيادة على ما تقدمونه له كل يوم من طعام وفواكه. بارك الله فيكم. ما هي إلا أيام وتصل رسالة السلطان، وأنا متيقنة من أن الإفراج عن زوجك ستتضمنه إن شاء الله. أرجو ذلك. بل تأكدي منه، فلزوجي مكانة خاصة عند السلطان ولن يرد له طلبة. أخشى ما أخشاه من زور جرمون وكذبه ومراوغاته. للظلم جولات وللحق جولة واحدة كما يقال. أسمعت ما يروجه حجاج هذه السنة؟ نعم نعم، حول ذلك الرجل البركة أبي موسى. والله إن هذا أمر غريب، رجل لا يفتر عن ذكر الله ولا يفوته وقت الصلاة أبدا، وتسمح له نفسه المقام في ذلك الفندق، جل جاراته من الساقطات المارقات الغارقات في العبث والمجون وكل الموبقات، وجلهن إن لم أقل كلهن بريئات. بريئات؟ لو تروي لك على سبيل المثال بي قصتها لوجدت لها كل الأعذار، أو مثلا قصة إيجا تذمي القلب والشعور، وملالة والكبيرة ورقوش ومماس وسواهن. هل تعرفت على حياة كل واحدة منهن؟ كل واحدة منهن تحمل في قلبها قصة، وكل قصة بألف غصة. لسنا مندفعات وراء النزوات برغبة منهن، ولا عشقا في الاستهتار أو المجون. صفعتهن الأيام بقبضة لا تلين، وسحقت كرامتهن عجلة الزمان التي لا ترحم. فأخذنا في الانتقام من الفضيلة والأخلاق وكل القيم التي من أجلها يجب أن يحيا الإنسان المؤمن الصادق مع ربه. صدقيني يا مولاتي الفاضلة، فأنا لست بصدد الدفاع عنهن أبداً، ولا أتخذ منهن صديقة واحدة حتى لا أوصم بعار أنا منه بريئة، ولكنني أضع أمامك الحقيقة صادقة ناصعة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا؟ صلى الله عليه وسلم، حقا إن لقمة العيش كثيرا ما تدفع المحتاج إليها إلى أسوأ المواقف، فالجوع كافر لا يرحم. ناهيك يا مولاتي عن أصحاب السلطة والمركز والمال، أصحاب النفوذ القادرين على فرض ما يشاءون على من يشاءون. فكم من صبية في عمر الزهور اقتيدت رغم أنفها إلى سوق الرذيلة لا تستطيع هروبا ولا مقاومة. وقصتك مع جرمون أكبر دليل، وما حصل لزوجك من أجلك هز أعطافك ونغص عليك حياتك. سامحيني يا ابنتي، الإنسان يحكم دائما على المظاهر، والحقيقة في علم الله نابضة بالحياة. اللهم لطفك بولايانا، اللهم لطفك بولايانا. الشريف حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشري يا أمة الله، يا ابنتي شامة، زوجك جاءه الخلاص. رسالة مولانا السلطان وصلت مبشرة زوجك بالحرية والفوز.
يا إلهي، أجمل بشرى نتق بها سيدي. أبقاك الله ورعاك وحفظ مولانا السلطان بما حفظ به الذكر الحكيم. هنيئا لك يا ابنتي، هنيئا لك. ألم أطمئنك من لحظات فقط؟ نعم نعم، شكر الله لكم كل هذه الفضائل والمكرمات. لم أخطئ عندما اخترت هذه الأعتاب لإنقاذ نفسي وزوجي من ظلم العتاة. الفضل في البدء والختام لله عز وجل ولمولانا السلطان. يا مستشار، أعيد على مسمعي ما جاء في كتاب مولانا السلطان بكل هدوء وتأني. الأمر السلطاني يا سيدي واضح وصريح، يأمر بتسريح المسجون علي زوج شامة وتمكين شامة من ظهير توقير، يجدد وصية أم الحر ويدخل أهلها في دائرة التوقير والمبرة، بحيث لا يقع عليها ولا على من تشمله دائرة انتسابها ضيم ولا تبعة من حاكم، ولا تطالب هي ولا أقاربها بما يطالب به عامة الناس حتى من الواجبات والتكاليف السلطانية. لقد انتصر النقيب ونال بذلك حظوة كبيرة، كبيرة جدا عند من يهمها الأمر. شامة يظهر أن المعركة سوف تطول وقد تشتد. هناك ألف طريقة للانتقام، يحتاج الأمر إلى حيلة مدبرة لا مضايقات فيها ولا سجن. سوف أحتاج إليك كثيرا يا مستشاري. سوف تجدني يا سيدي أطوع لك من بنانك. لا لا، ليس الآن، فلندعي العاصفة تهدأ قليلا، ولا شك أن الأيام ستحمل معها بعض الثغرات ننفذ من خلالها إلى ما نريد. حقق الله مبتغى ورجاء مولانا العامل الهمام. أشعر بالعياء، فقد كان يوما مشهودا. أستأذن مولانا في الانصراف. إلى الغد، طاب مساؤك. لن تهدأ أحوال الفندق حتى يستريح من وجود عدد من الوجوه الكالحة الكريهة. أسمعت يا جرعون؟ أخبريني بكل شاذة وفاذة عن أحوال السكان هنا، وأنا أنقل كل اقتراحاتك إلى مولاي جرمون، فهو الذي جعلك المشرفة على السكان والصاهرة على أحوالهم. هذه ثقة غالية أعتز بها ما حييت. إن كنت بكلامك تشيرين إلى عدوتك اللذوذ شامة، فهذه لها توصية خاصة، حاولي الابتعاد عن ساحتها وساحة زوجها. لا بالعكس، شامة امرأة طيبة ولم تستفزني أبدا. أنا أقصد مماس اللعينة وابنها الشقي الذي يملأ الفندق شغبا وضجيجا وفي عراك مستمر مع السكان. تلك المرأة أمرها سهل، دعينا من هذا الآن. المطلوب تدبير المداخيل بكل الوسائل والطرق، هذه توصية جرمون، لأن المخزن في حاجة إلى المال لتغطية المصاريف، ولذلك جعل الفندق يعج بالنساء لسهولة استغلالهن، وهن قادرات على الدفع إذا هيئنا لهن سبل الحصول على المال. هذه مهمتي أنا وخليا. أما البيوت الفارغة فسوف تعمرها بعض الأسيرات أطلق سراحهن، ويوصيك بهن جرمون خيرا، وفيهن بعض العرافات المطلوبات عند العامة، ولا يحتاجن إلا إلى التعريف بهن وبمواهبهن في الأسواق والبيوت. قل لسيدي جرمون إن خادمته تودة لن تبخل بجهد من أجل تنشيط هذا الفندق وإعادة ازدهاره ليرتفع دخله عما كان عليه. إذن اتفقنا. مع السلامة يا سيدي جرعون. بين الأمس واليوم فرق شاسع، بعد يأس كاد يعصف بي عادت البسمة إلى هذا البيت البسيط بعودة الحبيب إليه. أرجو الله أن يديم عليك وعلي أيام البهجة والسرور، فقد أدينا ثمنا باهظا من أجل الفوز بهذه السعادة، لذلك استمر في إعطاء الدروس لأبناء وبنات نقيب الشرفاء ودربيهم على أعمال البيت، فعلاقتنا بهؤلاء تبعد عنا الكثير من المتاعب.
ولكنني أريد الاستمتاع بحريتنا وحياتنا كما نريدها نحن، لا كما يحاول البعض فرضها علينا. العمل والتعاون لا علاقة لهما بالحرية، بل بالعكس، في العمل والتعاون كسب مال ومحبة وعلاقات طيبة تنفعنا في هذا العالم المجهول. أليس النقيب هو من ساعد على إظهار الحق وأعاده إلى نصابه؟ صحيح، وتذكري لعلاقته القديمة مع سيد القاضي ابن الحفيد رحمه الله ألهمني التصرف بحكمة، وقد كانت لي علاقة وطيدة مع أسرته، وأعدك أنني سأواصل تعاوني مع تلك الأسرة الكريمة رغم أنني فزت بظهير خاص وتوصية سامية تعطينا المكانة المرموقة. ولكن الدهر قلب، ولا ندري ما قد تأتي به رياح الزمن يا حبيبتي. نعم يا حبيبي، في كلامك كل الصدق. امرأة سقطت من الطبق العلوي. ماذا؟ أسمعت يا شامة؟ جثة سقطت من الطبق العلوي؟ اللهم أسمعنا خيرا. إنها جثة تودة. يا ناس، تودة ماتت أو قتلت. يا إلهي، تودة، من قتلها؟ كنتم في الاستماع إلى الحلقة 36 من مسلسل جارات أبي موسى، شارك فيها حبيب المذكوري، رشيد الحراق، أحمد ناجي، المحجوب الراجي، أنور الجندي، نجاة الخطيب، بن عبدالله الجندي، محمد طالب، فريد الرجراجي، ياسين أحجام، وإكرام البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقة الحسين الخرمودي وفاطمة لتيمي. ميكساج ومونتاج حميد زيان.